أقول لكم صحة وهنا هدى، وبين ما تتصلح الأمور، لكن دائما الطبخة يبغالها وقت عشان تضبط، ويبغالها لازم صعوبات في مثل هذه الأمور. لكن عموما عادة في طيلة شهر رمضان المبارك أكيد أنتم تابعتوا مسلسلات على منصة شاهد والعروض القوية ومستمرة بشكل حصري ولأول مرة على شاهد VIP خلال العيد. التفاصيل كلها مع رأفت. نقول لك كل عام وأنت بخير يا رأفت، ومشتاقين لك، وإن شاء الله العيد معاك يعني ماشي بشكل كويس. وتغيرت يمكن عندنا إحنا كأشخاص عادات كثيرة، فأكيد يمكن هذه العادات وهذه الأشياء يمكن أبرزها هو تخرجك في فترة سابقة. صحيح. وباركنا لك، وإحنا سعيدين دائما بالنجاحات اللي تحققها. الله يبارك فيك يا خليل، وكل عام وأنت بألف ألف خير، وفعلا لك وحشي. يعني شهر رمضان المبارك كان حبيبي. بالنسبة لي شخصيا كان هيك شوي راحة من التلفزيون، ولكن كان في فترة التخرج زي ما ذكرت، وأنا بدي أحب عيدك لك، بدي أحب عيد كل اللي عم بيحضرونا. كل عام وأنتم بألف خير، ومعايدة يعني حصرية وخاصة للأهل والأصحاب اللي عم بيحضرونا هلا. ومثل ما قلت يا خليل، شهر رمضان المبارك على شاهد VIP كان مكسر الدنيا، ولكن اليوم احنا حلقتنا تغطية عيد يعني خاصة، ورح يكون في عنا برامج احتفالية على شاهد VIP رح تتابعوها خلال طبعا فترة العيد. خلينا، انت بتتذكر طبعا احنا للعيد بالنسبة لنا هو اجمل المسرحيات الكوميدية والكلاسيكية، وهلا كلها صارت موجودة على شاهد VIP. وفي مفاجأة هذا العيد، مدرسة المشاغبين من بعد 47 سنة يا خليل عرضها بالابيض والاسود أول مرة. الله. هذا العيد رح نشوفه على شاهد VIP بالألوان، بالإضافة طبعا للعديد من المسرحيات الكلاسيكية ناطرتنا خلال أيام العيد. خلينا نشوف. السلام عليكم. في العيد. فين؟ في العيد. ألو، أنا الرقاصة. لن تكتمل الفرحة إلا مع مسرحيات العيد. من صدقك؟ الله الله، من صدقي أنا؟ مو وقت لي باب السيما والتلفزيون؟ ابسط يا عم ابسط. يا حمارة انت والله العيارة. كل نجوم الكوميديا يا سيدي في مكان واحد. قلت حبنا كلب قلبك مد هيلة يا ما شاء الله، كل واحد يخلي باله من مغاليره. شاهد VIP العيد معانا. يعني انت هلا خلينا شفت هيك مجموعه من اكثر المسرحيات الكوميديه الموجوده، بالنسبه لك شو المسرحيه اللي معلقه بذاكرتك ومربوطه بايام العيد؟ والله في مسرحيات كثيره، يمكن من ضمنها ترى على فكره مسرحيه مدرسه المشاغبين من المسرحيات اللي مرتبطه فينا، وحلو اعادتها بالطريقه هذه بالوان حلوه، يمكن الذكريات. وانت يمكن رأفت تتوقع من نفس الفكره اللي احنا دائما نتوقع، اللي لو تابعت المسرحيه اكثر من مره وبفترات يمكن حتى متقاربه ما تمل منها، خاصه المسرحيات اللي متعلقه في الذاكره. انا عاده للامانه اميل لمسرحيات حسين عبد الرضا الله يرحمه، اللي دائما يقدم لنا مسرحيات مميزه وتبقى بالذاكره ولها ارتباط وثيق معي في فتره العيد. ولانك ذكرت يا خليل يعني هذه المسرحيات طبعا المربوطه بالخليج العربي، في عنا عرض اول وحصري لمسرحيه بوسند من بطوله طارق العلي، طبعا هذه الشخصيه الكوميديه، واللي يمكن شاهد VIP وفرت حل هلا موجود اليوم نحن معنا، بما انه المسرحيات ما راح تكون مع جمهور رح نشوفها بعرض أول وحصري على شاهد، وهي مسرحية بوسند مع طارق العلي، شخصية هيك بفقد ذاكرة وأحداث هيك كوميدية بتصير بين العائلة. خلينا نشوف. يا شباب من يطق الباب نورتونا يا أحبار، بوسند لابس دشداش رشيق وكنه فراش، يعرفون فيه والأكراش بوسند بالبيت يا موحولة كل الفاميلي بوسند نور يا القالي. مسرحية بوسند في العيد على شاهد VIP، العيد معانا. يعني لكل محبين هذه المسرحيات الكوميدية الخليجية كمان هذا أول خيار، الخيار الثاني هو مسرحية مطلوب، وهي كمان في عرض حصري وأول على شاهد VIP. هذه المسرحية بتحكي هيك عن مجموعة شباب اقتحموا إحدى السحفارات وبدهم يحاولوا يحصلوا على تأشيرة بالغصب وبالاقتحام، فكانت هذه التشكيلة الغريبة. خلينا نشوف. أي واحد يحاول يقرب مني يا وي صوبي راح أفجر نفسي بنفسي وتنهد البناية على رؤوسكم. استاجي وايد خايس يعني بفجر بس مو كذي. اخوي مشعل جاي تاخذ فيزا؟ لا والله يا سفاره حلوه. لا ماكو، بس هني الشباب مستذبحين يبون سنابي. منو؟ ما عندك ربع تسالهم؟ بلا ربع، كله قالوا لي حلو. غير جروبك تلبس احلى من كذي حبيبي. يلا. الكهرباء مقطوعه. الكهرباء مقطوعه؟ ماكو احد غيرنا انا وانت. انزين اشترين؟ تعال. انا ريال عندي مطالب لازم.
طبعا اكيد هذا بالنسبه للمسرحيات يا خليل، ولكن اجواء العيد ما بتكتمل الا ما نستمع يمكن لاجمل اصوات نجوم الوطن العربي. بهذه المناسبه بتقدم الهيئه العامه للترفيه بالمملكه العربيه السعوديه بالتعاون مع روتانا للصوتيات والمرئيات والمكتب الفني بمجموعه ام بي سي برنامج حفلات عيد الفطر اللي بتبث حصريا ومباشره عبر شاهد في اي بي. وبالفعل يا خليل امبارح استمتعنا بحفله البرنس ماجد المهندس، ما بعرف اذا شفت منها مقاطع. صحيح. كانت يعني حفله رائعه. صحيح هي حفلات بدون جمهور، ولكن الحل الموجود على شاهد في اي بي انك تستمتع بالحفل كانك موجود في صاله الحفل، ولكن من خلال شاشه التلفزيون في البيت. شفت هيك بعض مقاطع الحفل امبارح مع البرنس؟ ما في شك، يمكن يعني العيد يكون له نكهة ولذة لما نسمع ماجد المهندس، راشد الماجد، محمد عبده. هل الأشياء الفرائحية والارتباطات اللي نسمعها يمكن في أول يوم العيد رجعنا يمكن لذكرياتنا، الأغاني كثيرة، لكن مع البرنس واليوم راشد الماجد. وأنا على فكرة يمكن رأفت أنا من الناس اللي عندي ارتباط وثيق بأغاني راشد الماجد، علاقة كلمة السندباد بيني وبينه علاقة وثيقة، وبحر كبير بيني وبين راشد الماجد. أوجه له تحية لماجد المهندس، كمان تحية لفنان العرب محمد عبده.